الاجهزه مكافحه المخدرات بوضوح، وواصل مجاعتها وتصدر لرساله المشهوده لمن يستهلكون شباب الوطن عماد الامه ومستقبلها، وتوجه اليوم ضرباتها الموجعه ضد عصابات الجلد والتهريب بكافه انواع المواد المخدره، بالاضافه الى ضبط كميات ضخمه وغير مصروفه من الاسلحه الثقيله والسكائر بحفظ عناصر من تشكيلات الاسلحيه مرتبطه بتلك التجاره الفاسده. ان وزاره الداخليه تؤمن باهميه التعاون الدولي في مجال مكافحه المخدرات لكونها من الجرائم المنظمه التي تتطلب من رؤيتها تكافل جهود كافه دول العالم. ده خدنا على كل العربيه.